عمرك لعبت فيفا في عيادة؟ حاجات لازم تاخد بالك منها وانت في عيادة دكتور الأسنان. أصدقائي ما تنسوش توصلوا الفيديو ل50,000 لايك. أول حاجة لازم تاخد بالك منها مجرد ما تدخل العيادة إن الأدوات اللي الدكتور هيستخدمها لازم تكون مقفولة بالشكل ده، وطالما مقفولة بالشكل ده يبقى الأدوات دي معقمة وانت أول حد هتستخدم عليه من بعد ما تعقمت. الدكتور هيفتحها كده ويبدأ يستخدمها، أما لو لقيتها مباشرة كده في إيد الدكتور يبقى أعرف إنك مش في المكان الصح. تاني حاجة لازم تاخد بالك منها إن أي أدوات الدكتور بيستخدمها وهو شغال لازم تكون مغلفة، يعني عليها الجزء الأزرق اللي انت شايفينه ده. وكمان الأدوات دي مثلا الأداة الخاصة بشفط المياه، بس دي على التقيل، أما دي فشفط المياه بس على الخفيف، ودي أداة التجفيف، هنا هواء وده مية. كمان بما ان الادوات دي اي حد بيجي العيادة هنا بيستخدمها وبتدخل بقه فلازم تتغير، وعشان كده الادوات البلاستيكية اللي على الجهاز دي كلها تتغير ما بين زائر والتاني علشان ما يحصلش اي عدوى. وبمناسبة كلامنا عن طب الاسنان، فلو انت خلصت ثانوية عامة وحابب تدرس طب الاسنان برا مصر او اي تخصص تاني واخترت تسافر تركيا لكن مش عارف تبدأ ازاي او شايف الامور متعقدة، فتعال اقولك حل ممتاز. تقدر تتواصل مع جلوبال لينك اكاديمي وده مكان ممتاز هيساعدك جدا. تقدر تستشيرهم لو لسه مستقرتش على تخصص معين وهيساعدوك تختار التخصص المناسب ليك. كمان هيساعدوك تتقبل في ارقى الجامعات التركيه لانهم وكلاء لاكثر من 40 جامعه و 4000 تخصص تقريبا، وعشان مشكله التواصل واختلاف اللغه هيدولك كورس كامل لدراسه اللغه التركيه وبكده هتندمج بسرعه وسط زمايلك. كمان بسبب خبرتهم هيجهزوا ملف الاقامه ليك بشكل سليم عشان ما تترفضش، ده غير انهم هيستقبلوك في المطار وهيأمنوا لك السكن وهيساعدوك في كل الاوراق الخاصه بالدراسه، بس ده بتكاليف اضافيه. وبمناسبه التكاليف، جلوبال لينك اكاديمي ما بياخدوش رسوم من الطلبه، الطالب بيدفع بشكل مباشر لحساب الجامعه عشان المصداقيه وما يحصلش اي عمليات نصب. هسيب لكم الرابط بتاعهم في اول تعليق عشان تتواصلوا معاهم وتدرس في المكان اللي يعجبك. ومجرد ما الدكتور بيخلص استخدام الادوات دي بيغسلها وبعد كده تتحط في الغلاف ده زي ما انتم شايفين علشان تبقى بالشكل النهائي ده، وبعد كده تتحط في الاوتوكليف اللي هو يعني شبه الفرن علشان تتعقم تماما. طب لو انت واحد رايح تعمل تقويم في العيادة، اول حاجة لازم تاخد بالك منها ان الدكتور هيطلب منك تعمل اشعة، اشعة امامية وجانبية، ولو ده حصل يبقى انت في المكان الصح، اما لو الدكتور بدأ يشتغل على طول فهرب. اما حاليا ففي اضافات بقت موجودة في عيادات دكاترة الاسنان، من ضمنها نبدأ بالخفيفة ولا بالتقيلة؟ تعالوا للتقيلة. المعروف دايما ان في اي عيادة دكتور اسنان بيبقى في انتظار كتير، لكن المميز هنا في عيادة الدكتور احمد انه عمل حاجة جامدة جدا، وهي خصوصا للاطفال والشباب، يعني بدل ما انت قاعد مستني وهو شغال وفي ملل تبقى قاعد بتلعب فيفا تقريبا. كمان لو انت واخد حد معاك وانت رايح العيادة فطبعا بيبقى قاعد في ملل كبير جدا، لكن دلوقتي هو هيبقى بيلعب وراك. جبت يا ابني جون ولا لسه؟ وبما ان تقويم الاسنان مش بياخد في الاعتبار شكل الاسنان بس، لا بيبقى واخد باله من شكل المناخير والشفايف والدقن مع الاسنان، فعشان كده هو بيستخدم الكاميرا لالتقاط الصور علشان يصنع الابتسامة تكون متناسبة مع جمال الوش ككل. اما بالنسبة لده فهي الالوان اللي بتبقى موجودة على التقويم، بيبقى عندك تشكيلة كبيرة جدا من الالوان او تشكيلة كبيرة جدا مناسبة ليكي عشان تختاري. لو انت خدت القرار انك تعمل تقويم لاسنانك فلازم تاخد بالك انك لازم تهتم بنظافة اسنانك جدا، لان ده هيزود من كفاءة تقويم الاسنان وهيقلل الوقت اللي هيوصل اسنانك للوضع المناسب ليها. ونقطة مهمة جدا ان بخصوص الاكل لازم تاخد بالك ان في اكلات معينة ابعد عنها، يعني بلاش تجيب قصب وتاكله، وابعد عن اللب والمكسرات الى حد ما. وده كان فيديو سريع عن حاجات لازم تاخد بالك منها وانت في عيادة دكتور الاسنان، واشوفكم في حكاية جديدة. سلام.